ولسه مكملين معاكم مع نجمة ستار اكاديمي لارا اسكندر. بس معنا تليفون من نهى. الو 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 نهى. بس يا نور. هلو هلو ازيك يا لارا؟ هلو هلو هلو. ايوه هاي هاي ازيك؟ كويسة ثانك يو. احنا مبسوطين بيكي وفرحانين بيكي. ثانك يو. ومستنيين الكليب بتاعك. شكرا. الو الو احنا سامعينك. سامعينك يا نهى. بس سامعينك. وميرسي ليكوا جدا ان انتوا اتصبحتوا لارا النهارده. ميرسي ليكوا انتوا. الو ايوه نهى. احنا نهى عايز تسالي لارا اي سؤال؟ هو نهى الخط تقريبا قطع. الو الخط قطع. خلاص ارجعي كلمينا تاني يا نهى. طيب نرجع بقى تاني للاكاديمي. بما ان فات 3 سنين وعارفين ان كان في فريندشيب ريليشن ما بينك وبين ابراهيم وباش، طبعا بنوجه لهم كل التحيه طبعا من هنا من برنامج فانتازيا رحاب اف ام. ايه اللي انت افتقدتيه بقى منهم 3 سنين وايه موقفك معاهم ولسه على تواصل انتوا لغايه دلوقتي؟ اكيد. انا كنت لسه بكلم ابراهيم امبارح. طمنينا عليه. طمني كل جمهوره. ابراهيم از فيري جود الحمد لله. بيشتغل دلوقتي، راح الكويت، رجع الكويت. هو كان في دبي ورجع الكويت. في الكويت دلوقتي بعدين هيرجع دبي. انا دخت اساسا من السكادجول بتاعه. كان بيلف كتير. اثبت بقى في حته يا ابراهيم تعال. انا دخت من السكادجول بتاعه. بس يعني احنا الثلاثه كنا بنسمي نفسنا ذا ثري ماسكيتيرز. كنا طول الوقت مع بعض يعني ترابل. وي يوست تو جيت انتو ترابل توجذر. وكنا everything together. و انا الناس اللي بيعرفوني بيعرفوا انه my close friends بيبقوا اهم حاجة عني. حتى لو مش بكلمهم كتير، مش بكلمهم، ممكن اقعد مثلا شهر مش بشوفهم. I don't talk to them all the time. بس في الاخر دول بيبقوا الناس the good times and the bad times. ببقى عايز يعني ببقى عايزاهم جنبي. وهم من الناس اللي كده. طبعا I have my other best friends اللي قبل الاكاديمي. They mean the world to me. بس باش وابراهيم كمان we're very close. We've always been we've always had a very good friendship. بس احنا التلاتة بنعرف ازاي نضحك بعض ونغير الجو لو واحد زعلان، لو واحد is in a bad mood. بس طب لولا لو قلت لك دلوقتي تغني لهم حاجة هغني لهم اغنية. It's one of my favorite songs. قديمة شوية. اوكي. وانا عارفة انه لو بيسمعوا الانترفيو ده بسألهم بس يروح على يوتيوب يوتيوب الأغنية عشان يسمعوها عشان يحبوها قوي. اوكي. How can I try to explain when I do he turns away again? It's always been the same same old story. From the moment I could talk I was ordered to listen. Now there's a way and I know that I have to go away. I know I have to go. حد يقول حاجة؟ حد يتكلم؟ طيب احنا معنا تليفون مريم. الو مساء النور. ممكن اكلم لارا؟ لارا معاكي. هلو هلو ازيك يا لارا؟ هاي عاملة ايه؟ انا كويسة. انت عاملة كويسة؟ لا لا عايزينك تطلعي كتير على التي في وعلى كده على الراديو لان بنشوفك ومش بنسمعك كتير. والله لو عليا اطلع تيجي وعلى الراديو كل يوم. يا ريت والله. ثانك يو. عايزه اقول لك ان انا كنت بشوف مستر اكاديمي من 6 وكنت بجيب نغم على طول 24 ساعه. بجد انت اكثر الناس التالنتد اللي كانت موجوده في البرنامج. ثانك يو. ثانك يو سو ماتش بجد. وعايزه انت مش هتنزلي البوم يعني الفينكس كانت تحفه وقبلها مع الالبوم. خلاص احنا قلنا انه هينزل ان شاء الله اخر السنه. اخر السنه خلاص يبقى ده اكيد هيكسر الدنيا طبعا كالعاده. ثانك يو. ثانك يو ان شاء الله. بالتوفيق دايما يا رب. ثانك يو. بس عايزه عليكي تغني لي اغنيه انجلش. بس عايزاكي تغني لي اما باربي جيرل لان كان التابلو كان احلى تابلو. عجبني قوي قوي بتاعت مادونا فور مينتس لان اكتر اثنين تابلو عجبوني قوي في البرنامج كله. ثانك يو. اوكي ثانك يو. اوكي ثانك يو فيري ماتش. سي قوي تليفونك. في اس ام اس كمان من Lara, be sure we respect your privacy and we love you as a star and we'll always support you. Keep going as you are. Love you. من رحاب مصطفى. Thank you. This message is amazing. طيب لولو بما ان البروجرام بتاعنا اسمه فانتازيا فلازم اسالك شويه بقى كده اسئله ملهاش اي لازمه. اسئله جنونيه شويه. انا بحب الاسئله كده. بس اوكي لورا لو قلت لك شايفه نفسك مين من شخصيات والت ديزني وليه؟ اوكي
I love them so much, كلهم. Yeah, but one. I have to pick one. Yes. I'll tell you. Probably. Yeah. Okay. تخص pick two. I'll choose two. By then, I'll the see which one. All right. Sleeping Beauty. عشان حبيت شخصيتها قوي. اوكي. وانا شايفه I don't know طول عمري عندي connection to Sleeping Beauty. انا واختي كنا طول الوقت بنقول انا Sleeping Beauty وهي Belle from Beauty and the Beast. اوكي. بحبها قوي. I don't know why عندي obsession بيها. بس كان بحب Ariel من Little Mermaid وبحبها لسبب معين. عشان كان عندها 16 سنة. كان شخصيتها قوية جدا. Very strong personality. فكرك بمين كده؟ Where she was a daddy's girl. كانت very close to her dad. Where she had her sisters حواليها that were very close. But يعني I find myself in both of them. وكانت هي Ariel بحبها. I would probably be Ariel. عشان طول الوقت كانت بتحلم بحاجة أكبر من اللي هي بتعيش فيها. Something bigger, something bigger. وفي الآخر she got something bigger. She went through a lot in the middle, but she got what she wanted. But there you go. طيب حاسة ان انا نتكلم على لورا. طب قبل ما اسألك اخر سؤال نقول الو. الو. امنية مساء الخير. ايوه ازيك. الحمد لله بخير. لورا معاكي اتفضلي. لورا. هاي. انا امنية ازيك. هاي امنية. انتي تجنني. ثانك يو. شكرا. احنا بنحبك موت بنموت فيك. ثانك يو. انت بجد نموذج لاي بنت مصريه تجنني. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. مش عايز اسالي لورا اي سؤال؟ لا انا بس مبسوطه ان انا كنت بكلمك. ثانك يو. انا مبسوطه لك قوي. نرجع تاني لاسئله فانتازيا واخر سؤال. طب لولو لو عشتي في ايلاند كنت لوحدك ولازم تبيك 3 ثينجز معاكي ايه بقى وليه؟ طبعا لو في سؤال تاني كمان. الايباد بس مش كونكشن. لا المشكله بقى تشارجر عشان التشارجر. مشكله لورا في الاي مش العيشه لوحدها. لا الايباد اشوف مش تشارجر. الايباد و لو قلت لك حد واحد بس كمان يجي معاكي اختي تمارا. طبعا وجهتها هي كبيره. تمارا وكراسه وقلم عشان اكتب. تكتبي my thoughts اي حاجه عشان بس اقدر اطلع اللي جوايا. انا من النوع انا لازم اطلع اللي جوايا بالورقه والقلم. تكتبي؟ لازم اكتب. حتى لو كتبت اي حاجه ممكن اكتب ساعات اغنيه معروفه وانا بحس بيها I can relate to it. بس لما بكتبها خلاص حسيت انه حاجه اتشالت كده. طب لورا لو في حاجه مضايقاكي بتكتبي؟ لو حد مزعل لورا تروح تقوله ولا لو هي مش نو للاسف لا نو تكسفي؟ مش انا look it's a bit of this and this. عادة انا من النوع انا مش بحب ال confrontation قوي. مش بحب ابقى قدام حد و to start يعني انا مش بحب انه ال energy يبقى بعد ما بينا. بس المشكلة ساعات انه انا لما بسيب حاجة خلاص it builds واحد على التاني فوق حاجة فوق حاجة فخلاص ببقى في الاخر لازم اكلم الشخص ده وبكلمه على حاجات حصلت كتيره قوي فهو بيبقى انه بتحوشي يعني ايه اللي حصل اكزاكتلي انت بتحوشي لي بس عشان كده. بس انا من النوع انه I'm very calm ف يعني مش لازم انسى. انا مش بنسى بس I forgive. ودي I don't forget بس I forgive. طب نرجع تاني برضو لأسئلة فانتازيا برضو. لو قلنا ان لو انت عندك سوبر باور تحب تكون ايه؟ بصي جاز على اسنانها دي حلوه دي يا لورا الهي يا ريت. ليتس سي واحده بس وانت اختاري 3 لا ذا مين سوبر باور تو ستوب تايم اند ترافل اند كم باك. حلو. يعني مثلا لو عايزه مثلا عايزه ارجع مثلا ليوم في ستار اكاديمي. طب ايه اليوم اللي انت عايزه ترجعي في ستار اكاديمي؟ في ستار اكاديمي كان في برايم. شفت كل حد كنت بحبه وكنت عايزه اشوفه. عادة كانوا بيجوا كلهم في البرايمز بس كانوا بيعملوا شيفت. اوكي. حد يجي لاسبوع حد. كان في برايم معين كل حد كان فاكره انهي برايم؟ البرايم فاكره غنيتي في ايه؟ لا هو كان البرايم قبل ما طلعت من الاكاديمي وانا كنت فاكره انه هطلع و كنت مبسوطة من ناحية عشان كنت في الوقت ده بقى شايفة كل حد فكنت عارفة لما هطلع من الأكاديمي هقعد معاهم ولا إيه كلهم. فجأوكي بيه إن أنت رجعتي؟ لا ده لما تانيا وباش مشيوا. أوكي.
ده كان قبل اخر برايم ده، بس كنت عايزة ارجع بس مش طبعا للبرايم ده عشان لما مشوا كنت زعلانة قوي، بس للحظة دي لما كان اول البرايم ابتدى وشفت كل حد كنت بحبه كل صحابي واهلي وقلت اوكي ناو لاول مرة لو مشيت مش هزعل عشان الناس دول قدامي، ومعظم الناس جم البرايم اللي بعدي عشان كانوا خلاص عارفين مش مش الاسبوع ده الاسبوع اللي بعديه فيلا. طب نكمل بقية الباورز. ايوه اكتر سوبر باور انه بس ارجع go through time just to see things again just to feel them again، مش عايزه اغير حاجه عشان انا لا عشان انا بصدق انه كل حاجه بتحصل لسبب everything happens for reason، فمش مش حاسه يعني I'm not gonna ask to change anything بس هتعيشيها بنفس الطريقه لورا بنفس الواي اشوفها بس مش لازم اعيشها واحس بيها، بس عايزه اشوف الحاجات قدامي وانا احس بيها احسن كمان. بس لو في سوبر باور تاني اوكي No, actually, this is all I want. Really? It's with to freeze time. Just كده. لي. To have more control. Control لي. مش عارفة. يعني at this moment مثلا to know إنه أنا عندي the power to freeze all of you ومثلا تعزي لوحدك ما تفريز. No, يعني مثلا I don't know يعني حاجة fun كده مثلا I can take your headphones and put them on the floor and لا عايزه تلعب يا جماعه والله يعني عايزه تلعب مش اكتر كده. That's my superpower. فيش حاجه تانية؟ Reading minds. No, I would never. لا never never I would want to هتكرهي الدنيا. Never يعني دي حاجه I would never wish to do. I wouldn't مش عايزه to fly حتى. Maybe be invisible. To be invisible. أروح أمشي في الشوارع أشوف اللي بيحصل حواليا. أدخل مثلا with a room with مثلا my friends hear what they're saying when I'm not. No, I'm joking. Crazy, no, I'm joking. And I would want to go back through time. Okay, that's my superpower. في SMS جايلنا من ورانا لا تقلقي اللي إلى أصوات أو مهاترات الحاقدين والكل عارف أنت مين. بحب المسج ده بركان الغضب. في ثانية أنزل بس يا جماعة عشان أقول كده بالمرة. Hey guys, I'm Mustafa, 16 years old. All the lines are busy and I'm beginning you. Sorry Mustafa. طب بجد مصطفى try type تاني، احنا معانا يعني كم بنقف الدقيقة الأخرانية. بس thank you Mustafa. Okay مش هقول رقم موبايله، كاتب رقم موبايله. I wanna talk to Laura please. انا مش عارفه اقرا بالظبط الخط بس يعني هو اوكي مش هقول الرقم وهقوله له حاضر. ثانك يو مصطفى. طيب برضو الناس برضو يا لارا عايزين يعرفوا انت كلارا بقى العاديه مش الفنانه او النجمه ايه اللي بتحبي تسمعيه كاغاني عربي وانجليش ومين؟ عربي كل حد بيعرف ان انا بحب نانسي عجرم وشيرين. بحبهم جدا يعني very 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 much يعني I'm their biggest fans. وشيرين كمان was very supportive معايا لما Mission is You came out وكده. شيرين عبد الوهاب. اوكي. وده اللي حبيته وده اللي اتعلمت حاجة منها. هي يعني she doesn't know this but I learned something from her. انه لما Mission is You طلع هي كانت one of the first people كلمتني تبارك لي. وفي شيرين عبد الوهاب to call me كل التحية ليها طبعا and you know to say مبروك to me دي كانت حاجة يعني كبيرة وتعلمت كده منها انه مهما whoever you are in this world you have to you know it doesn't matter if you like something you say it. Was she like my song when she said it when Nancy Hajjam my dream is to meet her. Really? I never even met her يعني شفت يعني شفت معظم singers ولا مرة شفت نانسي عجرم وبموت فيها وبموت في أغانيها و I adore her. I think she's so cute and she's so طب ما تغني لنا حاجة كده لنانسي. نانسي؟ really؟ أنا عارفة نانسي حاجة زون بصي مش هتقل عليك حاجة لونو كده لو طب يعني you put me on the spot ف مرة طب خلاص أنا هقرأ بصي أنا هقرأ دلوقتي مسج عبما أنت تفكري شكلي مش هقرأ المسج بس I didn't answer the rest of the ما أنا هنكمل دلوقتي بقية الأغاني. طيب طبعا عشان ما حدش يزعل المسج بسرعه باش ولارا قصه حب اسطوريه الثنائي الذهبي كملي بقى يور مسج كملي بقى السؤال. ف ف Arabic singers I love them both طبعا بحب اكتر قوي ولاد دول
ولاد honestly ما عنديش اي حد معين special. That's my favorite okay. These two انا بحبهم كلهم وبحب انا بالميوزيك العربي بحب اغاني اكتر من الارتست بس these are two artists بحبهم بالانجلش بحب country music كده دي حاجة ودي حاجة very weird عشان انا بغني pop وبغني commercial يعني did الفكرة بتاعت country يعني بس بموت في country music عندي obsession مع Disney songs يعني عندي بلاي ليست كل ما اسافر ديزني لاند انا من بسافر بروح ديزني لاند كتير طلعت مش بقول لك يا والله جاي بيبي كل ما بروح ديزني لاند بجيب كل السي ديز طول الوقت يعني I am obsessed with Disney songs وأولديز كمان فرانك سيناترا توني بنت ألا فيتزجيرالد all these old singers بموت فيهم و that's it طيب في اسمس تانية بيمر الزمان ويتغير المكان وباشو لارا للحب الفن الوفاء والصدق عنوان Thank you في I like the poetry الناس بيحبوكوا جدا يعني لا وفي talent في الكتابة يعني they write nice القافية لو هي القافية طيب برضو هرجع أقولك كإنسان عادية إيه طموحك أو إيه اللي تتمنيه على المستوى الشخصي والفني على المستوى الشخصي اهم حاجه عندي انه يبقى اهلي وصحابي healthy and safe and happy يا رب يا رب and انه كمان لو هكلم على نفسي شخصيا بس on يعني selfish note ابقى عايزه يعني اتعلم من اللي بيحصل لي انا بعمل كده بس اكتر عايزه فعلا اخد كل experience في حياتي وأعمل يعني register in my head to live my life and take advantage of my life وما انساش أنا لسه عندي 20 سنة فلازم أعيش حياتي مهما whatever the issues are و just to be happy عشان أنا شايفة إنه at the end of the day الواحد on his last moment when he looks back يبقى على الأقل أقول إنه okay I made mistakes I did this wrong بس على الأقل I lived my life happy On a professional level, I would just like to achieve طبعاً success, hopefully. بس success ده لما بيكبر يبقى في ناس أكتر مش بيحبوك يعني the more people know you, the more people the more hate jealous. You or get jealous. The most important thing for me is the more people know me, the more respect I gain. وده هيحصل بس مني أنا مش من يعني مش هقدر أقعد على كرسي وأقول لكل حد عايز كل حد يحترمني لا أنا لازم أعمل حاجة to يعني to be able to be worth the respect of the people وده اللي عايز اعمله طب ايه اللي انت عايزه تعمليه عشان تحافظي على النجاح بتاعك اول حاجه انا يعني مبسوطه قوي بالناس اللي بشتغل معاهم انا شايفه انه لو ما كنتش بشتغل مع ناس كده كويسين professionals ومش بس professionals في professionals كتير قوي في العالم العربي بس مش كل professionals are good people من جواهم okay. وده الأهم حاجة يعني أنا دلوقتي الناس اللي بشتغل معهم بقول like my family my second family ولو ما كنتش بحس كده بيهم ما كنتش هقدر أشتغل معهم ولو ما كنتش هقدر أشتغل معهم ما كنتش نجحت كده وما كنتش يعني يمكن مش هنجح كده أكيد. انا شايفه انه لما you work with people that you care about so they care about you كمان مش بس بزنس بيبقى في better بيطلعوا بالظبط بيطلعوا شغل exactly. احسن بكتير طب لولو لو قلت لك ايه الادفايس او الكوت اللي انت بتحبي تمشي عليها في حياتك كده ومين قالها لك it's a very famous quote by Eleanor Roosevelt okay never let anyone make you feel inferior without your consent يعني right. don't let anyone يخليك تحس ان انت you're not good من غير ما ياخد your permission من غير ما ياخد اذنك واكيد you're never going to give anyone الاذن انه يعمل فيك كده ف basically don't ever let anyone do this never let anyone make you feel inferior without your consent اوكي دي بجد لورا انا كنت مبسوطه جدا ان انت معايا انا مبسوطه قوي thank you so much thank you so much انك انت وفيتي انتي تكوني معايا النهارده ثانك يو so نورتيني ثانك يو سو ماتش بجد يعني مفيش كلام يتقال الفانز بصي الناس لو دخلتي على البيج الناس مش عايزه مش عايزه الحلقه تنتهي انا عايزه اشكر كل الناس انا ام سو هابي ثانك يو تو يو جايز بجد وناخد كده بروميس منك ان شاء الله تكرر الالبوم ينزل ان شاء الله تنوروني اي لاف ذا شو اند ام سو هابي ثانك يو ثانك يو سو ماتش عايزه اشكر كل الناس اللي تابعتنا كل الناس اللي بعتت اس ام اس كل اللي كلمونا كل الناس اللي على الفان بيج بتاعت لارا والفان بيج بتاعتنا فانتازيا
عايزه اشكر طبعا امنيه، ثانك يو سو ماتش امنيه، تونت ثانك يو سو ماتش تونت نجلا اللي نورتنا النهارده. مامي نجلا اشكرك يا اسلام، كمان معاكم اسلام عبد الرحمن وساره خيال. فانتازيا استنونا الحلقه الجايه مع النجم احمد عزت. ثانك يو، الف خير.